السلام عليكم أعزائي الطلبات، بارك الله عليكم. كنتمنى تكونوا بخير وكل بخير. معكم الأستاذ محمد ياسين بساري. إذا اليوم إن شاء الله غادي نبداو نبنو التصحيح ديال إكزيرسيس نيميرو دو. دونك ديجا اقترحت لكم في الجروب أن غادي نبنو التصحيح ديال إكزيرسيس نيميرو دو اللي كيقول لك مونتخي كو لا سيغي سويفون سون كونفيرجون إي كالكولي لا سون. Donc là, c'est l'état où la somme de moins 1 à la puissance n fois 1 sur 2 doit à la puissance 2z. Donc on a déjà ça, on a un exercice que je fais dans la vidéo de l'oublani qui est une série géométrique. Et c'est là, je vais vous montrer comment je vais vous montrer une série géométrique ou la seconde chose à l'autre. Donc on a un thème بالضرورة أنني نخدم هذا النوع هذا ديال السيري هو الاولاني باش ندوزو لحاجه اخرى. مزيان، دونك غير كتذكير بالنسبه للطلبه اللي كيشوفوا كيشوفوا الفيديو اول مره، دونك كاين واحد العرض الرياضيات لا جيب لاناليز دو تمام جوج لي موديل 150 درهم. الفورماسيون فيها شهر ونص. اللي بغى يتواصل معايا باش يتسجل في العرض اولا ياخذ معلومات اكثر للعرض يتواصل معايا في هذه النمره في الواتساب. داكوغ، اذا نبداو بالتصحيح ديال الاكزرسيس ديالنا. دونك اول حاجه ننزلو لا سيري ديالنا بعدا. دونك لا سيري كيقول لك سيدي لا سوم ان سوبيريور تيكا لا زيرو موان زان ا لا بويسونس ان ان سور دو ا لا بويسونس ان. مزيان، دونك هذا هو لا سيري ديالنا. ديما كنقولكم فاش كتشوفوا شي سيري كيبان لكم عدد اس ان، هي تشوف غير شي عدد اس ان عرف راه ديك سيري جيومتري، غير الشكل ديالو ما كيكونش باين، هادشي اللي كاين صافي. دونك هذا راه ستان سيري جيومتري، الشكل ديالو ما باينش، كنخدمو بعض لي بروبريتي كيما عملنا في الفيديو الاولاني باش كنرجعوه كيشبه سيري جيومتري صافي. مزيان، وهاديك لي بروبريتي شنو هما؟ هما كنخدمو القواعد ديال القوى اللي شفناهم في الثامنة وفي التاسعة وفي السابعة صافي، خاصة هاد القوى أولا ديال بويسونس صافي. مزيان، دونك أول حاجة نبداو بيها دائما خلي لي عدد أس إن هو الأولاني. إذن غادي نجيو من هاد موان زا على بويسونس إن، هاد موان زا عفوا ماشي موان زا، هاد أن سوغ دو على بويسونس راه هنا في الحقيقة كانت عندنا دوزين ياك، تعقلو ليها هادشي عندنا دوزين. إذا هاد دوزين راه كنا ديجا قلنا واحد القاعدة أ أوس إن أوس إم، أش هي أ أوس إن فوا إن، أش هي؟ أولا باش نزيد نوضح لكم، واخا أولا نمركم هنا أ أوس إن الكل أوس إم، أش هي؟ هي أ أوس إن مضروبة في إن ياك. نفس الطريقة يمكن يخدمنا يعني واحد على جوج أوس دوزين راهو الحقيقة هو جوج في إن، وهذا اللي يمكننا نعملو واحد على جوج أوس جوج الكل أوس إن صافي. وحنا قلنا واحد القاعدة أ على بي الكل أوس إن، أش هي؟ هي أ أوس إن على بي أوس إن. راه حتى هادو كنعملكم غابيل باش مبقاوش تقولو راه هادشي هادي تنسنى راكل صافي. إذا هنا عطينا واحد أوس جوج وجوج أوس جوج، وهذا نخليوه أوس إن. واحد أوس جوج راه هو واحد، وجوج أوس إتنان هو أربعة، إذا يبقى لنا واحد الأربعة الكل أوس إن. إذا هاد موان زائد على بويسونس إن غتبقى في بلاصة، وهاد واحد لجوج الكل أوس جوج إن شحال شحال رجعت؟ هي واحد الأربعة الكل أوس إن صافي. هاد القواعد الشباب راه ما يذكركم بيهم حتى شي واحد، دونك حاولوا الله يرضى عليكم، راه الاساتذه ما عندهمش الوقت باش اني نبقى يذكرك بهادشي. هذا الشيء هذا انت خصك تعرفو راسك، دونك انا كنملك تذكير حاول تذكرهم تسجل هاد القواعد في شي ورقه، ومن الاحسن ترجع من الدرس ديال القوى باش تضبطو مزيان وزيد تخدم مع شي تمارين. مزيان، دابا ندوزو القاعدة ا اوس ان في بي اوس ان، اش هي؟ كنحتفظو بالاس وكنضربو الاساس، يعني هنا كيكون الضرب وهنا كيكون الضرب. اذا نفس الشيء اللي عندنا هنا، لا سوند ان سوبيريور ايكال زيرو تعطيني موان زان فاش مضروبه في واحد الاربعة الكل اوس ان صافي. مزيان، هنا دونك هنا شحال تعطيني؟ تعطيني لا سوند ان سوبيريور ايكال زيرو، هنا شحال ترجع ناقص واحد الاربعة الكل اوس ان. اذا ها هو رجع كيشبه لا سوند
ا على بيسونس ان شي راه كتخدم غير علاش نقول لك هي اللعبه كامله خصك تلاحظ ان هذا سيري جيومتري من الديبا تلاحظه بعينك في تشوف عدد اس ان خصك تبقى تلعب معاه باش ترجعو سيري جيومتري. مزيان دابا غادي ندوزو للقواعد ديال سيري جيومتري. قاعدة سيري جيومتري شنو كيقول لك؟ كيقول لك الا كانت القيمه المطلقه ديال ديك العدد هذاك سميتو لوغيزون الاساس، الا كان اصغر قطعة من واحد فهذا كيكون كونفيرج، الا كان اكبر من واحد فكيكون ديفيرج. غنجيو نشوفو هاد السير هذا ونشوفو شنو عندنا تما. فين هو هذا؟ مزيان لاحظ معايا العدد ديالنا ا القيمه المطلقه د ا، شكون هي ا ديالنا في هاد اللحظه؟ راه هو ناقص واحد لاربعة، الا درنا من هنا القيمه المطلقه ناقص واحد لاربعة شحال عطينا؟ هي واحد لاربعة. وبما ان هادي شوف بلا ما تبقى مشيت تحسبها في ماكينه ديال الحساب، شوف هادي شحال كتساوي نورمالمون، هادي راه باينه كتساوي 0.25 بلا ما تبقى تحسبها وتحمق راسك ديالك. الا كان عندك المقام كبير من البسط فهاد العدد باينه اصغر من الواحد، هادي راه باين صافي، اذا هذا راه باينه صغير من الواحد هذا الاساس، القيمه المطلقه ديالو صغير من الواحد وبالتالي غيكون كونفيرج. ومني كيكون كونفيرج شحال شحال الصوم ديالو؟ هو واحد لواحد ناقص ا. هنا بعض الطلبه يتزرف، لاحظ معايا الاساس ديالك راه هو ناقص واحد على اربعة راه بالناقص. اذا هنا الى جينا نطبقوا القاعده شحال عطيني؟ واحد على واحد ناقص هادي وهادي وهاد ناقص القاعده. وشكون ا ديالنا؟ ا ديالنا هو ناقص واحد على اربعة. راه بزاف د الطلبة ما يردوش يبان هاد الناقص صافي. إذا شنو عطينا؟ واحد لا واحد زائد حيت ناقص ناقص زائد زائد واحد على أربعة. دوكا نوحدو المقامات عطينا أربعة زائد واحد على أربعة اللي هي واحد على خمسة على أربعة. مزيان وهنايا عاودي جا كنقولكم أن واحد على أ على بي أش هي؟ هي بي على أ، يعني هنا عطينا أربعة فهمتي بعدا، هنا عطينا أربعة على خمسة. هذا هو لاسيري ديالنا. إذا بما أن ساونا في الآخر عدد إذا كنقولو أن لاسيري كونفيرج. أصلا قبل ما يساوني عدد راه عندنا فينا بلي كونفيرج. إذا شنو نقولو لاسيري؟ نقولو لا صوم دو موان زا على بويسونس إن، أن سيغ دو على بويسونس دو زين، إي أن سيري جيومتري جيومتري كونفيرج فيغ 4/5 صافي. دونك اتمنى يكون هذا الفيديو هذا واضح ومفهوم، ونشوفكم في فيديو اخر ان شاء الله. تبارك الله عليكم.